شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نزالات النسخة 29 من بطولة بريف ونزالات النسخة الأولى من بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح والتي جاءت ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 والذي يعد أكبر حدث رياضي في القارة الآسيوية. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نزالات البطولة التي أقيمت على الحلبة الرئيسة للبطولة في صالة مدينة خليفة الرياضية والتي اتسمت بالندية والإثارة والقوة نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المقاتلون. كما شهدت البطولة حضورا رسميا كبيرا من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات وعدد من المسؤولين. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن رياضة فنون القتال المختلطة أثبتت أنها تسير في خطى تصاعدية نحو التطور والنماء بفضل العمل الموحد من قبل كافة الاتحادات الدولية ومقاتليها الذين يبذلون جهودا كبيرة من أجل تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية التي تؤهلهم للمنافسة بكل بسالة على ألقاب البطولة. وأكد سموه أن النزالات كانت مثيرة جدا وتنوع اللعب فيها بصورة واضحة واتبع المقاتلون أسلوبا متميزا في سبيل الوصول إلى الفوز، الأمر الذي يؤكد تطور رياضة فنون القتال المختلطة وإدخال أساليب جديدة عليها وعلى خططها الفنية. وأعرب سموه عن تهانيه القلبية إلى الفائزين في نزالات بطولة بريف وبطولة KHK العالمية للوزن المفتوح والتي قدم فيها المقاتلون مستويات كبيرة ومتميزة. أسبوع بريف الدولي للقتال بلا نهاية ونجاح لكل نسخة وتميز لكل حكاية، والأبرز هي النسخة 29 التي هزت كل الزوايا. فالأهداف كثيرة وما زال هناك من يعزز المسيرة، والأحلام أصبحت حقيقة لعصر زاد بريقة. نعم، إنه العصر الذهبي والذي عزز من مكانة البحرين العالمية. ليس ذلك فحسب، بل كانت ولا زالت بريف تساهم في تحقيق أهداف أساسية لارتقاء تطور الساحات الرياضية. مثلما تشاهدون، الصالة ممتلئة بالجماهير، وهو أكبر دليل على تطور وارتقاء شعبية هذه الرياضة في البحرين، بالإضافة إلى قدرة مملكة البحرين على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث. نعم،
فالبحرين أصبحت منافسة قوية من الناحية التنظيمية ومن الناحية التنافسية لرياضة فنون القتال المختلطة. وهذه نتائج رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. العدد المهول من الجمهور اللي موجود هنا تعبنا تنظيميا، لكن مستنسين لما نشوف العدد الهائل من البحرينيين الموجودين جايين يشجعون ربعهم، جايين يشجعون اخوانهم، جايين يشجعون عيالهم اللي قاعدين اليوم في بطولة بريف 29 الدولية. بريف هي ليست ببطولة فحسب، هي في الواقع منبثقة عن منظمة تتنوع فيها الرؤى والأهداف، ومنها تسخير الرياضة في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدول المستضيفة لمنافسات هذه البطولة، كما إنها منظمة تجارية وتسويقية لتكون أكبر من مجرد تجمع رياضي، بل هي استراتيجية رامية إلى دعم المجال الرياضي، جاءت لتسهم في تطور ونماء هذا المجال الحيوي في المملكة، لتصبح بذلك البطولة الرياضية ذات الطابع الأشمل عالمياً. منظمة بريف وصلت لحد الآن 29 بطولة على مختلف دول العالم، ف 29 بطولة يعني تركت 29 انطباع عن مملكة البحرين في مختلف دول العالم. بطولات بريف أعطت مملكة البحرين دور الريادي في العالم من ناحية السياحية والاقتصادية وتجارة، والأهم كانت هي الرياضية في لعبة فنون القتال المختلطة. أكيد الفوز يعني بدون سمو الشيخ خالد ما بواصل بهالمرحلة، وايد تطور مستواي. سمو الشيخ خالد وسمو الشيخ ناصر وايد قاعد يدعمون الشباب، هاي شيء وايد حلو، وقاعد نشوف مستوى الشباب يعني هالسنة وايد شفنا انجازات من البحرينيين، وان شاء الله هاي الشيء يتطور اكثر. وضمن رؤية هادفة لدعم الالعاب القتالية، فقد استحدثت منظمة بريف بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح لتكون منصة إضافية تنعكس بصورة واضحة على زيادة انتشار رياضة فنون القتال المختلطة وتكثيف القاعدة الجماهيرية لها، حيث تعتبر البطولة الأضخم لسيما من الناحية الجوائز، إذ تم اعتماد جائزة البطل وهي عبارة عن حزام يعد الأغلى في العالم، حيث تم صناعته من الذهب الخالص بوزن 6.2 كيلوغرام، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 100,000 دولار أمريكي.